بنغسل السيارة ونروح الوفرة. كم جيجا؟ 256. يعني صراحة هو في شوية جيجا باقي يعني، بس عادي. يعلق، تخيل يعلق، والله العظيم يعلق. أنا تليفون 13 قاعد يعلق، ما أدري ليش. يمكن في تحديث. شوف المنظر، شوف الدريشة والباب، باب عجيب. الحين خلصنا من وفريتو، خوش قهوة. بنروح الحين قهوة ثانية، بس بنبطل الكشف الحين لأن الجو حلو مع الغروب. الحين بنروح غير مكانها عشان بنصورها وإحنا نبطل الكشف. في مطاعم اتوقع يبطلون يعني ويكند، بس الحين لان نص الاسبوع ما في احد. في والله تشيزي، وفي شنو بعد، شارما فاكتوري يعني معروفين. في هناك بعد مطاعم ترولي، وهناك العاب يهال. هذه الالعاب هني، في مطاعم والله، في برجر كينج، نافورة حلوة. يعني بالويكند هني اتوقع حيكون زحمة. هذا والله شوف، في اي هوب وكبابجي، بيتزا هات داخل، سابوي، هذه كنها بقالة، ميراج. والله حلو المكان. بندش ترولي الحين ناخذ كم شغلة. يعني حتى اللي بالوفرة ما له داعي يروح جمعية ولا شيء، كل شيء موجود قريب. صار شنو تبي؟ يلا تبي شيء؟ اثنين.
وصلنا قهوة مالة. أول مرة نروح لها بنشوف شنو فيه بنصور لكم. بس شكلها حيل حلو من برا. حمامات، هذا حق الحريم، هذا حق الشباب، وفي دفايات يشغلونها بالليل. هذا الباب ما ادري شنو، بس حيل حلو المكان. برد الجو ها؟ هذه بالوفرة السكنية، عندهم ترالي. بوكي يا بوكي موجود؟ لا صدق؟ بلى. الحين برد البيت ورانا درب. استمتعنا معاك. العافية.